2, go! Go! فطبيعي ان الناس ممكن مثلا في الاول ما تبقاش متقبلها عشان هم مش متعودين على كده. هم الناس مش واخدين فكره ان احنا البنات تلعب رياضه في الشارع او البنات تلعب رياضه اصلا بشكل عام. واحد اثنين جو. انا فاكره اول مره عملت فيها رول كنت خايفه ان انا احط راسي على الارض اصلا. هي بعدين بدات اتمرن فتره اكبر، بعدين اكتشفت ان هو ايه ده، لا ده يعني فكره ان انا اتغلب على خوفي دي حاجه فعلا ممتعه جدا. انا اعمل كل حاجه انا عايزاها من غير ما ابقى خايفه. يعني طبعا الانسان بيبقى فيه نسبه خوف، لكن ان انا بتغلب عليها عشان اعملها فدي بتبقى يعني بيبقى نجاح كبير قوي.